All I got is so bad, man. Broke my broken will and I can't go again. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن بعض المعلومات السرية عن الشخصية الأسطورية تشارلز سميث، وأيضا راح نتكلم عن وين راح تشارلز سميث بعد نهاية اللعبة، خصوصا أننا ما شفناه في الجزء الأول من اللعبة ولا شفناه بعد مهمة قتل مايكا. تشارلز سميث فعليا حوله العديد من الأسئلة، فتعالوا سويا نخش في المقطع. أولا، تشارلز سميث ولد من أب إفريقي أمريكي وأم من الهنود الحمر، وتشارلز سميث من أحدث الأفراد المنضمين لعصابة دوتش، وتحديدا انضم للعصابة قبل 5 شهور من الشابتر الأول، يعني تشارلز سميث ما له فترة طويلة مع العصابة. تشارلز في أثناء الشابتر الأول أخبر آرثر مورغان أنه هو وأبوه قعدوا فترة طويلة جدا مع قبيلة أمه اللي هم الهنود الحمر، إلين ما أتى الجيش الأمريكي وجعل قبيلة الهنود الحمر يتحركون من محميتهم ومن موقعهم، وأيضا الجيش الأمريكي سيطر على هذه المحمية بنجاح. وفي أثناء هذه المداهمة أم تشارلز سميث تم القبض عليها من قبل الجنود ولم يتم رؤيتها بعد ذلك، وبسبب هذا الشيء أبو تشارلز سميث أحبط نفسيا وجسديا وأفرط في الشراب بشكل كبير جدا لأنه تقريبا خسر أهم ما يملك. تشارلز هرب من عند أبوه وبدأ يعتمد على نفسه وهو 13 عام فقط. بدأ يتجول أمريكا بأكملها، انضم لعصابات عديدة جدا، لكن في نهاية المطاف انضم لعصابة دوتش عام 1889. وأيضا في صورة رهيبة جدا لتشارلز سميث راح تحصلها في المخيم، وفي الصورة بكل بساطة زي ما تشوفون أبو وأم تشارلز سميث، وزي ما تشوفون تشارلز صغير جدا. هذه صورة قديمة لتشارلز سميث وأبوه وأمه. بكل بساطة تشارلز سميث شخص خليط بين الهنود الحمر ومن أب أمريكي أفريقي، طفولته كانت جدا صعبة، خسر أمه في عمر صغير جدا، وبعدها بفترة أيضا خسر أبوه يعني جسديا ونوعيا، يعني خسرهم وهو في أمس الحاجة لهم، طفولة سيئة جدا. طيب، هل تشارلز سميث لديه قبيلة؟ طبعا تشارلز تكلم عن هذا الموضوع وقال صراحة لا أدري هل إذا لدي قبيلة أو لا، لأنه زي ما تعرفون طوال حياته وهو صغير كان مع قبيلة أمه الهنود الحمر، وما أتيحت له الفرصة إطلاقا أنه يتعرف على قبيلة الأصلية وهي الأفريقيين الأمريكيين. ذلك الأمر خلاه مشوش، لذلك صار ينضم للعديد من العصابات بحثا عن مكان يأويه. طبعا في الشابتر السادس تشارلز سميث كان مهتم كثيرا بقضية الهنود الحمر، وتحديدا قضية رينز فول وإيجل فلايز، ولو انت شخص فعلا لعبت الشابتر السادس راح تلاحظ انه تشارلز نادرا نادرا تحصله في اخر مخيم للعصابة، نادرا تحصله. وفي اخر مهمة لآرثر مورغان لما يرجع لي المخيم ويقول لمايكا انه خاين، لو تلاحظون تشارلز سميث كان غير موجود اطلاقا، ما في إلا مايكا بيل وأصحابه ودوتش والآنسة غريمشو وبيل ويليامسون وخافيير سكويلا وجون مورستن، لكن تشارلز غير موجود. طيب، وين تشارلز في فترة الشابتر السادس؟ بكل بساطة بعد مهمة ماي لاست بوي في الشابتر السادس تشارلز حرفيا ترك العصابة وراح عند محمية الهنود الحمر واستقر هناك بهدف انه يساعد الهنود الحمر في التخلص من الجيش وهجمات الجيش، يعني حرفيا تحس تشارلز سميث كان يهتم في امرهم فعلا ويحس انه مشاكلهم هي مشاكله، لذلك قرر انه يساعدهم في قضيتهم الكبيرة جدا. وبعد اخر مهمة لآرثر مورغان تشارلز سميث عاد لموقع اخر مخيم في روينو ريج وحصل جثة الآنسة غريمشو وحصل جثة الأسطورة آرثر مورغان، والآن تشارلز سميث أصبح مسؤول على أنه يدفنهم وفى
وفعلا الأسطورة دفنهم بنجاح. بعدها ما راح تشوف تشارلز سميث إلا في الإبلوج بجون مورستن، وتحديدا في مهمة فيها جون مورستن وأنكل يعرفون بعد 8 سنوات إن تشارلز سميث باقي حي وموجود في الساندينيز. هو حرفيا ما ترك عالم ريد ديد ريديمشن، بل هو موجود فيه وتحديدا في الساندينيز زي ما قلت لكم، وهو أصبح نوعا ما ملاكم من طراز معين. طبعا تشارلز بعد هذه المهمة ساعد جون مورستن كثيرا في أنه يبني منزله في بيتشر هوب، وفعلا نجح في ذلك. ويعني بعد ما نجح في بناء هذا البيت استقر عند جون مورستن وفي بيتشر هوب. ومؤسسين هذا البيت وهذه المزرعة هم أنكل وجون وتشارلز سميث، هاشتاج أساطير. طيب في الإبلوج وبعد فترة من بناء المنزل، سيدي آدلر راح تيجي لبيتشارز هوب وتقول لجون مورستن وتشارلز سميث إنها عرفت مكان مايكا بيل الحنش وعصابته ولازم ننتقم منه يا جون مورستن. وفعلا جون مورستن وافق على هذا الشيء في ظل رفض أبيجيل الكبير جدا. وفي أثناء الذهاب للمهمة، تشارلز سميث حرفيا يخبر جون مورستن وسيدي أدلر عن مخططاته للمستقبل. تعالوا نسمع. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant was put out to pasture. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north, Canada, find a woman. Start a family, if I can. I see how that life... Well, I'd like to try it. Ooh-wee, John. You've given him the family bug. زي ما شفتوا تشارلز سميث قال انه راح يذهب الى كندا ويبعد عن حياة الاجرام ويبدا حياة جديدة ويكون عائلة خاصة فيه. طيب سؤال وجيه، ليه تشارلز سميث تحديدا اختار كندا؟ الجواب راح يكون في الحوار اللي دار بين رينز فول وجون مورستن. My people aren't really a tribe, we're just a bunch of families, I suppose. But we're in Canada now. زي ما شفتوا أغلب الهنود الحمر ذهبوا إلى كندا، لذلك تشارلز سميث قرر أنه ينضم لهم هناك. الظاهر لما كان تشارلز سميث قاعد عندهم في المحمية طاحت عينه على امرأة معينة وقرر أنه يتزوجها، لذلك هو رايح لكندا لفعل ذلك وإنشاء وبناء عائلته حول هذه الامرأة. يستاهل تشارلز سميث. طبعا زي ما تعرفون في مهمة قتل مايكا بيل، تشارلز سميث يصاب في كتفه، والكثير منكم توقع انه مات في هذه اللقطة، لكن الأسطورة عاش واستمر فعلا، وسيدي وتشارلز وجون مورستن فعلا قتلوا الحنش مايكا بيل. Red, I need you. When I see you behind the glass, I forget that I'm in the cage side. I know now that I'm homeward bound. As I wander through the pines, the whisperings they tell of the many before me. وهذه هي آخر مرة راح تشوف فيها تشارلز سميث في عالم ريد ديد ريديمشن 2، واللي كانت في زواج جون مورستن وأبيجيل، وتشارلز كان جدا سعيد. وبعد انتهاء الزواج الأسطورة راح يودع الكل، ابتداء بجون مورستن ومرورا بسيدي آدلر وأنكل وأبيجيل وانتهاء بجاك مورستن. ومن تلك اللحظة تشارلز سميث بدأ حياة جديدة بعيدا عن الإجرام. طيب في سؤال وجيه جدا، واللي هو هل راح نشوف تشارلز سميث مرة أخرى؟ طبعا في احتمال لكن نوعا ما ضعيف،
لأنه لو فعلا روكستار راح تنزل إضافة للأوفلاين غالبا راح تختار شخص قصته حماسية وقصته تكون فيها أكشن، وما راح تختار يعني قصة شخص بعد عن الإجرام وكون له عائلة، صحيح ولا لا؟ لذلك أنا أتوقع نشوف إضافة لسيدي أدلر لأنه قصتها بعد العصابة أكثر حماسية، خصوصا إنها صارت صاعدة جوائز وزي كذا، فراح يكون يعني معاها أكشن وغيرها. لذلك أنا أستبعد تشارلز سميث إننا نشوف له DLC قادم مستقبلا. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن تشارلز سميث، وهل فعلا تحبون هذه الشخصية أو لا. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم تشارلز سميث ويعطيكم هيت يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.